يا اهلا بكل متابعين قناة ملخص فيلم من كل مكان. بيبدأ فيلمنا مع بنت زي القمر واسمها سارة، وهي بتستعد لاول يوم في المدرسة بعد ما غابت 6 شهور، وده عشان كانت بتتعالج من الاكتئاب في مستشفى الامراض النفسية. وبعدها بتوصل مع مامتها وباباها للمدرسة وبيقابلوا المديرة، وبتقترح عليهم انه من الافضل ان سارة ما تحضرش صفوف خاصة وتندمج وسط زمايلها، وده عشان صحتها النفسية تتحسن. ومامتها وباباها بيعجبهم الاقتراح وبيوافقوا عليه. وبعدها بنشوف طالبة اسمها ميليسيا، وبنشوف جوز مامتها وهو داخل يصحيها عشان تروح المدرسة، وبيطلب منها تلبس هدوم محتشمة شوية. وبنعرف ان ميليسيا علاقتها بجوز مامتها سيئة جدا. وبعدها بتوصل ميليسيا للمدرسة وبيتسلم على اصحابها وهم صوفي وايلي. وبعدها بيشوفوا سارة جاية من بعيد، فميليسيا وصوفي بيفضلوا يتريقوا عليها وبيقولوا عليها انها مجنونة. وبتروح ميليسيا تكتب كلام وحش على دولاب سارة، لكن ايلي بتكون مش راضية عن الوضع ده، وبتروح وبتعتذر لسارة على تصرفات اصحابها. وبعد شوية كل الطلاب يروحوا يحضروا حصة الدراما، وبنشوف سارة بتقدم مشهد من المسرحية اللي درسوها قبل كده، والطلاب بيفضلوا يتريقوا عليها. وبعدها بيجي وقت الغدا، وبتفضل ميليسيا تتنمر على سارة لأنها بتعرج وهي ماشية. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بترجع سارة للبيت وبتشغل أغاني وبتفضل ترقص لوحدها. وفي نفس الوقت ده بتكون ميليسيا في غرفتها وبتعلي صوت الأغاني على الآخر عشان ما تسمعش صوت جوز مامتها وهو بيتخانق في التليفون. وتاني يوم قبل ما تروح ميليسيا للمدرسة، جوز مامتها بيوقفها وبيأمرها إنها تغير ملابسها لأن اللبس ده ما بيلاقش بنت محترمة. وميليسيا بتسمع كلامه وبتروح تغير هدومها، لكنها بمجرد ما بتوصل للمدرسة بتروح للحمام وبتغير هدومها وبتلبس الهدوم اللي هي عايزاها. وبعدها بنشوف سارة بتذاكر في المدرسة، وبيروح لها زميلها إيريك وبيتكلم معها وبيعرض عليها انهم يخرجوا مع بعض، وسارة بتفرح جدا وبتوافق على عرضه. لكن للأسف فرحتها دي بتتحول لصدمة لما بتعرف انه كان عامل تحدي مع اصحابه عشان يتريقوا عليها، وبتنهار وبتروح الحمام وبتفضل تبكي. وبتلاقي الطلاب كاتبين على الحيطة انها مختلة، وبترجع لفصلها وبيكون حصة الدراما بدأت. وبيروح المدرس جيمي يقدم نفسه للطلبة وبيعرفهم ان هو المدرس الجديد. وبترجع سارة بعدها للفصل وبتعتذر للمدرس لانها تأخرت. وبيجي الليل وبنشوف المدرس جيمي مع حبيبته في البيت، وهي بتقوله انها جابت له فرصة شغل كويسة جدا في شركة واحد صاحبها، وبتطلب منه انه يروح الانترفيو، لكنه بيرفض وبيقول لها انه بيحب شغله في المسرح، وبيطلب منها ما تتكلمش معاه تاني في الموضوع ده. وتاني يوم في المدرسة بيبدأ جيمي يوزع شخصيات المسرحية على الطلبة، وبيسأل الطلبة مين حابب ياخد دور البطلة، فسارة وميليسيا بيرفعوا ايدهم، وجيمي بيختار سارة لان شخصيتها مشابهة لبطلة الرواية، وبيقول لميليسيا انها تاخد الدور البطلة بديلة لسارة، وده في حالة لو سارة حصل لها حاجة في المسرحية وما قدرتش تقدمها. وبعدها بيختار ايريك لدور البطل، وطبعا ميليسيا بتتضايق جدا وبتقرر انها تبوظ المسرحيه باي شكل، فبتبعت مسج لايريك وبتطلب منه انه يغيب بكره عن حصه الدراما لانها عايزه تقضي اليوم معاه. وتاني يوم بنشوف ساره وهي قاعده متوتره جدا لان ايريك ما جاش الحصه ومفيش حد يتمثل مع المشهد، وبيتطوع جيمي انه يمثل معاها، وبيتفاجئ من مهاره ساره في التمثيل وبيقولها انها شاطره جدا. وبعد الحصه ما بتخلص بيروح واحد من اصحاب ميليسيا وبيعرفها ان ساره عملت المشهد بطريقه احترافيه مع المدرس جيمي. وقتها ميليسيا بتتضايق اكتر من ساره وبتروح تحكي لاصحابها عن اللي حصل، وايلي بتقول لها ان مفيش داعي انها تكره ساره بالشكل ده وان ساره ما اذتهاش في اي حاجه. لكن صوفي وميليسيا بيغضبوا جدا من ايلي، وايلي بتسيبهم وبتمشي وهي متعصبه. وبالليل بنشوف ساره وهي بتتدرب لوحدها في البيت على دور الشخصيه، وبيكون واضح انها عايزه تجذب انتباه جيمي باي شكل، وده لان هو الشخص الوحيد اللي بيعملها كويس. وتاني يوم في المدرسه بتلاحظ ميليسيا ان ساره وجيمي بيبتسموا لبعض، وهي بتكون غيرانه جدا بسبب اهتمام جيمي بيها. وبعد الحصه بتروح لمكتبه عشان تتكلم معاه، لكنه بيتجاهلها وبيطلب منها انها تمشي. وبعدها بينادى على ساره وبيعرض عليها انها تكون المساعده بتاعته في تنسيق المسرح، وساره بتفرح جدا وبتقول انها موافقه على طلبه. وبعدها بتروح مع المسرح وبيظبطوا الاضاءه مع بعض، وساره بتساله عن السبب اللي خلاه ما اتجهش لمجال التمثيل على الرغم من انه ممثل محترف، وهو بيقول لها انه حصل له ظروف كتير اجبرته انه يبعد عن التمثيل وانه مبسوط انه لسه شغال في مجال التمثيل. وساره بتنصحه انه يعيد التفكير في الموضوع ده، وده لانها متاكده انه موهوب وهيكون له مستقبل كويس جدا. وتاني يوم كل الطلبه بيتفاجئوا ان ساره لابسه فستان قصير وماشيه بكل ثقه في المدرسه، وده عشان تعرفهم انها مش مكسوفه لانها بتعرج. وبعدها بنشوف الطلاب في حصه الدراما، وبيروح ايريك وبيعتذر لساره انه كان سخيف معاها في اخر مره، وبيعرفها انه محتاج يتدرب معاها على المسرحيه لانه مش عارف يتدرب لوحده. وبتوافق ساره على طلبه وبيتفقوا انهم يتقابلوا في المسرح بعد المدرسه. وبتكون ميليسيا سامعه كل الحوار ده، وكالعاده بتقرر انها تبوظ خطتهم. وبعد المدرسه بتروح ساره تستنى ايريك في المسرح، وفجاه بتسمع صوت ميليسيا وصوفي فبتروح لهم، لكنهم بيخرجوا بسرعه وبيقفلوا عليها الباب من بره. وبعد شويه بيدخل جيمي المسرح وبيتفاجئ بوجود ساره فيه، وبيعرض عليها انه يوصلها للبيت لان الجو بيمطر، وطبعا ساره بتوافق
وبتروح تركب معاه العربيه، وبيديها الجاكيت بتاعه عشان ما تبردش، وبيقول لها انه هيعاقب اللي عملوا فيها كده. وساره بتقول له ان مفيش داعي لانها اتعودت على التنمر. وجيمي بيقول لها انه قرر ياخد دور ايريك في المسرحيه عشان ما تكونش مضطره انها تتعامل مع شله المتنمرين تاني، لان اهم حاجه عنده انها تكون مرتاحه وهي بتمثل. وساره بتشكره على اهتمامه بيها، وفجاه بتقول له انها مش عايزه ترجع البيت دلوقتي، وبتطلب منه انه يقعد معاها في العربيه شويه. وطبعا جيمي بيوافق وبيشغلها موسيقى وبيفضلوا يسمعوا مع بعض، وبيكون واضح ان في اعجاب متبادل ما بينهم. وبعدها بيرجع جيمي للبيت وبيلاقي حبيبته مستنياه، وبيتخانق معاها لانه اتاخر عليها، وبتعرفه انها مش راضي عن الوضع ده لانه ما بقاش يهتم بيها ولا بمستقبله، وهو مش بيكون مقدر انها بتكافح دايما عشانه، لكنه بيصمم انه يفضل زي ما هو في المسرح. وحبيبته بتقول له انها قررت انها تبعد عنه الفتره دي، وده عشان تفكر هي هتقدر تكمل معاه ولا لا، وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم في الفصل بيروح جيمي للفصل وبيعرف الطلبة انه عمل شوية تعديلات بخصوص المسرحية، وبيقول لإيريك انه هينقله لمجموعة تانية، وبيقول له انه هيمثل الدور مكانه. وبعدها بيروح جيمي يتمرن على المسرحية مع سارة، وبتكون ايلي قاعدة ورا المسرح وبتكتب مذكراتها من غير ما اي حد يشوفها، وبتفضل تكتب الحوار اللي بيدور ما بين جيمي وسارة. وبالليل بنشوف ميليسيا وشلتها في حفلة مع بعض، وبنشوف إيريك وهو بيعمل شاي بحليب مع صوفي، لكنها بتتعب فجأة وبتروح لها ميليسيا عشان تساعدها وتطمن عليها، وبعدها بتاخدها وبيمشوا. وتاني يوم ميليسيا بتشوف جيمي وسارة وهما ماشيين مع بعض، فبتبدأ تشك ان في حاجة ما بينهم، والموضوع ده بيضايقها لانها بتكون معجبة بجيمي. وبنروح لحصة الدراما، وجيمي بيعرف الطلاب انهم هيقدموا عرض تدريبي يوم الاربعاء، وده عشان يتأكد من كفاءتهم قبل ميعاد المسرحية، وبدأ يقسم عليهم الادوار والمشاهد. وفجأة بيدخل عليه مدرس زميله وبيقول له انه محتاج يتكلم مع ضروري في موضوع مهم جدا، وجيمي بيستأذن منهم وبيخرج من الفصل. وميليسيا بتفضل تتنمر على سارة وكانت متعمدة انها تحرجها قدام كل الطلبة اللي في الفصل. وفجأة سارة بتفقد اعصابها وبتقوم ترمي كتب ميليسيا على الارض، وميليسيا بتقوم وبتفضل تشتمها. وفي نفس اللحظة جيمي بيدخل عليهم، لكن سارة بتتظاهر ان ميليسيا ضربتها، وطبعا الكلام ده ما حصلش. وجيمي بيتضايق من ميليسيا وبيطلب منها انها تروح لغرفة المديرة، وطبعا ميليسيا بتفقد اعصابها اكتر وبتفضل تشتم في جيمي، وبتخرج بره الفصل وهي متعصبة. وبعدها بتروح سارة تتدرب على مسرحية مع جيمي، وفي اللحظة دي بتقرب سارة من جيمي وبتبوسه. وبنشوف ايلي وهي موجودة على المسرح وكتبت كل اللي حصل في مذكراتها، لكنها بتخرج بسرعة قبل ما ياخدوا بالهم انها كانت موجودة، وبتروح تقعد في المطعم لوحدها. وفجأة بنشوف صوفي داخل عليها وبتعتذر لها لانها كانت واقحة جدا معاها الفترة اللي فاتت، وبتقول لها انها عندها مشاكل مع إيريك ومحتاجة تتكلم معاها. وبالليل بنشوف جيمي قاعد لوحده في البيت وبيراجع حساباته، فبيقرر انه يتصل بحبيبته وبدأ يعتذر لها على كل اللي عمله معاها، وبيطلب منها انها تقابله لانه محتاج لوجودها جنبه في الفترة دي. وفي الوقت ده بنشوف ايلي وصوفي قاعدين بيذاكروا مع بعض، وبعدها بتروح ايلي الحمام، ووقتها صوفي بتشوف مذكرات ايلي، وصوفي بيكون عندها فضول تعرف ايه اللي بتكتبه، وبتفتح المذكرات وبتتصدم لما بتشوف المكتوب عن علاقة سارة بجيمي. وبعدها صوفي بتتصل بميليسيا وبتحكي لها على اللي حصل، وطبعا ميليسيا بتكون متعصبة جدا. وتاني يوم جيمي بيقول لسارة انه مش هيقدر يتدرب معاها النهاردة لان عنده شغل كتير. وقتها سارة بتحس انه بيحاول يبعد عنها، وبتكون مش فاهمة هي عملت ايه غلط. وبتعدي الايام وبيكون جيمي لسه مستمر في تجاهله لسارة، وبتلاحظ انه بقى يتحجج دايما عشان ما يتضربوش مع بعض. وفي يوم وصوفي كانت في بيت ايلي وبيستعدوا عشان يخرجوا مع بعض للحفلة المدرسية، وصوفي بتستغل انشغال ايلي في اللبس وبتروح تدور في مذكراتها على الورقة اللي بتثبت فيها علاقة سارة بجيمي، لكنها بتتفاجئ انها قطعتها. وبعدها هما الاثنين بيوصلوا الحفلة، وبتروح صوفي تتكلم مع ميليسيا على انفراد، وبتقولها ان الورقة مش موجودة في كشكول مذكرات ايلي، وميليسيا بتتعصب عليها وبتقولها انها لازم تتصرف وتجيب الورقة دي بأي شكل. وبعدها بتروح صوفي وبتقف مع ايلي وبتقولها انها غصب عنها قرت مذكراتها وعرفت عن علاقة جيمي بسارة، وبتطلب منها تديها الورقة بحجة ان المديرة لازم تعرف بعلاقتها لانها خايفة ان جيمي يأذيها. وطبعا ايلي بتتصدم من وقاحتها وبتقولها انها متأكدة انها بتعمل كده عشان غيرانة من سارة، وبتفضل تشتم فيها وفي ميليسيا لانهم بيحب يؤذوا كل الناس اللي حواليهم. وفي الوقت ده ميليسيا بتسمعها وبتروح تشتمها وبتطلب منها انها تمشي، ولما بترجع ميليسيا لبيتها بتفضل تصور في نفسها. وفي اللحظة دي جوز مامتها بيدخل عليها وبياخد منها اللابتوب عشان يشوف الصور، لكنها بترفض وبتحاول تمنعه، وبتقرر انها تهرب من البيت وبتروح تبات عند صاحبتها. وتاني يوم سارة بتوصل الفصل وبتفاجئ كل الطلبة بستايل لبسها الجديد اللي عكس شخصيتها، وبنعرف انها عملت كده عشان تلفت نظر جيمي ليها ولكنه مش بيهتم. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بتروح تقف مع جيمي قبل ما يركب عربيته، وبتقول له انها مش لاقيه السلسله بتاعتها، وبتطلب منه انها تدور عليها في عربيته، لكن جيمي بيرفض بحجه انه عنده ميعاد مهم جدا دلوقتي. وسارة بتساله عن السبب اللي مخليه يتغير معاها، وجيمي بيتهرب من الاجابه وبيركب عربيته وبيسيبها وبيمشي. وبالليل بتحاول سارة انها تتصل بيه لكنه بيتجاهل مكالمتها، فبتنهار من البكاء. وتاني يوم في حصه الدراما
بيروح جيمي يدي ورقة لسارة وبيعتذر فيها عن اسلوبه السخيف معاها، وبيطلب منها انها تقابله النهارده في المسرح عشان يكملوا تدريب. وفي الوقت ده بتكون ميليسا مراقباها وشافت اللي حصل، وبتتفق مع اصحابها انهم ياخدوا الورقه دي منها عشان يعرفوا ايه اللي مكتوب فيها. وبالفعل بعد الحصه بيروح واحد من اصحاب ميليسيا يخبط ساره وبيوقع كتاب على الارض، فبتتظاهر صوفي انها بتساعدها وبتلم الكتب معاها وبتنجح انها تسرق الورقه منها. وبعدها ايريك واصحابه بيروحوا يعطروا ساره عشان يمنعوها من دخول المسرح، فبيتفاجئ جيمي ان ميليسيا دخل عليه المسرح، وبتسال ميليسيا هو ليه ما اخدهاش بدل ساره، وبتعترف له انها معجبه بيه وحاولت كتير جدا انها تقرب منه لكنه دايما كان بيصدها. وجيمي بيتوتر وبيخاف ان حد يشوفهم مع بعض، فبيلم حاجته عشان يمشي من المسرح. وفجاه ميليسيا بتقرب منه بسرعه وجيمي بيزقها بعيد وبيخرج بره المسرح، وميليسيا بتخرج وراه على طول. في الوقت ده بتشوفهم ساره وهم خارجين مع بعض وبتعتقد ان في اي حاجه حصلت ما بينهم. وتاني يوم ميليسيا بتشوف السلسله بتاعه ساره على الارض، فبتلبسها وبتروح غرفه تبديل الملابس وبتتعمد انها تعدي من قدام ساره عشان توريها انها لابسه السلسله بتاعتها. وساره طبعا بتتعصب عليها وبتزقها، وميليسيا بتضربها بالقلم على وشها وساره بتسيبها وبتمشي. وتاني يوم بيلاحظ جيمي ان ساره غايبه، فبيقلق عليها وبيبدا يشك ان ميليسيا وقعت بينهم. وبيجي يوم المسرحيه وساره مش بتيجي، وجيمي بيضطر انه يخلي ميليسيا تمثل الدور بدلها، وميليسيا بتبدا تجهز نفسها وبتكون حاسه انها اخيرا انتصرت على ساره، لكنها مش بتلحق تفرح كتير وساره بتظهر في اخر لحظه وبتطلع المسرح. وطبعا ميليسيا بتتعصب جدا وبتسيب المسرح وبتمشي. وبعدها بنشوف ساره وهي بتمثل دورها في المسرحيه مع جيمي، لكنها فجاه بتفقد اعصابها وبتسيب المسرحيه وبتمشي. وبعدها بنشوف ميليسيا بتقرر انها تروح تقابل المديره وبتقول لها انها عايزه تعمل شكوى ضد المدرس جيمي وانه اعتدى عليها. وبنرجع مره تانية لساره وبنشوفها وهي واقفه مع جيمي وبتكون منهاره والبكاء، وبتسال جيمي هو ليه بيحاول يبعد عنها، وبتعترف له انه هي بتحبه. وجيمي كان بيحاول يهديها وبيعتذر لها لانه جرحها، وبيطلب منها يكملوا كلامهم في البيت، وبتوافق وبتركب مع العربيه عشان يروحوا يتكلموا ببيتها. وبنرجع تاني لميليسيا وهي قاعده مع المديره والضابط، وبيطلبوا منها تشرح تفاصيل حادثه الاعتداء. وفجاه جوز مامتها بيدخل عليها، وميليسيا بتتوتر لما بتشوفه وبتسال المدير هو بيعمل ايه هنا. فالمدير بتعرفها ان هي اللي استدعته لانه لازم يبقى في حد من اهلها موجود في التحقيق. وبتبدا ميليسيا تحكي لهم ان جيمي طلب منها صور في اوضاع مخله، وكمان حصل ما بينهم تجاوزات امبارح بدون ارادتها. وبعدها الضابط بيسالها لو هو ضربها قبل كده، وفجاه ميليسيا بتنهار من البكاء وبتقول لهم انه كان بيضربها باستمرار كل ما ترفض انه يلمسها، وكانت بتفضل تعيط وتترجى انه يرحمها لكنه ما كانش بيسمع كلامها. فالضابط بيسالها عن الموضوع ده بدا من امتى، وميليسيا بتقول له انه بدا يعتدي عليها من سنين. وفجاه جوز مامتها بيقوم من مكانه وبيسحبها من ايدها عشان يمشوا، لكن الضابط بيمنعه بالقوه انه ياخدها، وميليسيا بتنهار جدا من العياط. وهنا بنكتشف ان ميليسيا كانت تقصد جوز مامتها بالكلام ده. وبنرجع لجيمي وساره، وبيروح جيمي يودعها للمره الاخيره لانه قرر ان هو ينهي علاقته بيها وبيسيب المدرسه. وقبل ما يمشي بيسيب لها الجاكيت بتاعه عشان تحتفظ بيه. وبعد مرور شهور بنشوف ميليسيا في حاله اكتئاب شديده، والسبب ان كل الطلبه في المدرسه عرفت ان جوز مامتها كان بيعتدي عليها. وفي يوم بتقرر ميليسيا انها تروح المدرسه وتواجه مخاوفها، وبالصدفه ساره بتشوفها من بعيد وساره بتبتسم لها لانها فكرتها بنفسها اول يوم جت في المدرسه. وبكده بيكون خلص فيلمنا، ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك، واهم حاجه اشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان لسه عندنا ملخصات ناريه كتير، ونشوفهم في فيديو قادم. سلام.